فالحرية تقتضي التعبير بحرية، ولكن أيضا التعبير في احترام تعبير الآخر الذي يتنافس معايا من أجل تكريس فكرة مغايرة تماما عن فكرتي. الأعمال العنف التي تسجل هنا وهناك، فهذا يعني مساس قبل كل شيء، مساس بمستقبل الديمقراطية في البلاد، لأن الأساس هو أحترم رأيي واحترم حقي، أحترم رأيك واحترم حقك، ونتنافس في كان في يعني الديمقراطية الحقيقية.